بيكم في لقاء جديد آه، النهاردة هنتكلم عن محاولة اغتيال ترامب والمشهد السياسي الامريكي الصورة الاوسع للمشهد السياسي الامريكي الحقيقة ان في يوم السبت 13 يوليو حصلت محاولة اغتيال جادة جدا لترامب وصور نيويورك تايمز خد مسار الرصاصة طلع ازاي يعني سنتيمترات قليلة وكان ترامب مات أصيب في أذنه لو سنتيمتر واحد أو هو زي ما قال لولا أنا انحنيت علشان أستعرض أرقام الهجرة غير الشرعية هذه الانحناءة هي التي أنقذتني من موت محقق محقق كان موت محقق في أمريكا تعيش لحظة خطيرة على الحافة كما وصفت مجلة التايمز ليس فقط نتيجة محاولة اختيار ترامب ده دي طبعا لحظة خطيرة محاولة اختيار رئيس سابق ومرشح رئاسي حالي دي لحظة خطيرة، لكن اغتيل قبله أربعة من رؤساء أمريكيين سابقين وهناك أربع محاولات اغتيال لرؤساء آخرهم ترامب أهو ده الخامس رقم خمسة ترامب لكن دي بتيجي بعد محاولة اغتيال رونالد ريغان من 41 سنة سنة 1981 يعني بعد مدة طويلة عادت أمريكا في لحظة حرجة جدا نتيجة الانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي اللحظة الخطيرة أن أمريكا تواجه أعلى نسبة زيادة في العنف السياسي منذ سبعينات القرن الماضي أول حاجة أعلى نسبة زيادة في العنف السياسي منذ سبعينات القرن الماضي الأكثر حدة في الشيطانة السياسية المتبادلة والعنف اللفظي والسجال الانتخابي بين الخصوم السياسيين منذ السجال السياسي العنيف اللفظي العنيف بين الفدراليين والجفرسيين سنه 1800 يعني دي لحظه خطيره شيطنه للخصوم السياسيين هي الاعلى بعد من 1800 طيب اللحظه الخطيره ايضا لان هناك عدد متزايد من الامريكيين اصبحوا لا يثقون في المؤسسات الامريكيه وده حاجه خطيره جدا ان عدد متزايد دلوقتي من الامريكيين ما بيثقوش قلت قلت على الاقل ثقتهم في المؤسسات الامريكيه. اللحظه الخطيره لان وسائل الاعلام الامريكيه بالنسبه للشؤون الداخليه الامريكيه تحولت الى بروباغندا حزبيه واغلبها بالطبع للحزب الديمقراطي لان اغلب الاعلام الامريكي يساري. فبالتالي اصبحت اللحظة خطيرة لأن الإعلام اللي المفروض يقول الحقيقة أصبح بروبوغاندا حزبية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالشؤون السياسية الداخلية والتنافس الحزبي. اللحظة الخطيرة لانفجار نظريات المؤامرة عبر السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الناس فقدت الثقة في الصحافة التقليدية فاتجهت إلى السوشيال ميديا والسوشيال ميديا لها ما لها وعليها ما عليها. فبالتالي هي أحد المنابر الرئيسية لترويج نظريات المؤامرة. أما أخطر ما في اللحظة فهو محاولة اليسار المتطرف بالتعاون مع الميديا اليسارية في إعادة صياغة القيم الأمريكية وفقا للأجندة الجديدة ضد القيم الأمريكية الكلاسيكية. وكمان إن هم بيشيطنوا للأسف هذا الإعلام بيشيطن من يختلف معهم في هذا التغير القيمي الخطير الذي يريدون فرضه على الولايات المتحدة الأمريكية بالتركيز على حاجات هامشية لا يقبلها المجتمع الأمريكي اللي هو نسبيا محافظ نسبيا محافظ بالنسبة للغرب والمقارنة بالغرب فبالتالي هذه لحظة خطيرة لحظة انقسام حاد لحظة انقسام حاد حاد بين الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية لحظه مش مش منافسه سياسيه ولكن احتراب سياسي شيطنه لكل طرف للاخر علشان كده محاوله اختيار ترامب لم تكن مفاجئه انا كتير من الاعداد قالوا هيختلوا, هيختلوا, هيختل... مش هيختلوا هيخت مش هيسمحوا له هيختلوا مين هيختلوه؟ هل اليسار المتطرف هل نتيجة التحريض على العنف؟ هل الدولة العميقة زي ما بي... بيقولوا دلوقتي؟ مين؟ الاحاديث المتكرره بين الناس كانت متوقعه الناس العاديين كتير جدا من الناس العاديين كانوا متوقعوا ان تحصل هيقتلوا ترامب ودي كانت قتل يعني هو نجا منها باعجوبه اعجوبه اعجوبه يعني اعجوبه يعني زي ما قال هو حاله سرياليه مش ممكن كنت تتخيلها مش ممكن تتخيلها وحصلت على صوره ايقونيه ما كانش حد يحصل عليها الا لو مات بس انا حي زي ما قال للو... للنيويورك بوست فبالتالي دي حالة خطيرة جدا واختيال ترامب كان متوقعا جدا أنا الأمريكان دلوقتي بيروجوا مقطع طول الوقت للمذيع تاكر كارلسون في سنة 2023 قال إيه تاكر قال إيه الديمقراطيين نعت نعتوا ترامب بأوصاف سيئة بأوصاف سيئة وفاز عليهم عزلوه مرتين بذرائع سخيفه يعني محاوله العزل يعني بذرائع سخيفه ولفقوا له التهم وانتصر اتهموه بجرائم عديده وزادت شعبيته ان لم ينجح كل هذا فماذا بقى؟ نحن نسير بسرعه نحو الاختيال هذا ما قاله تكر في سنه 2023 وتحققت يعني هو ما ما بيقولش حاجه يعني التوقعات السياسيه الرشيده كانت بتقول ان ترامب هيحصل حاجة يحصل عنف من الجانبين يحصل يمكن محاولة اغتيال ترامب فادت أمريكا من عنف أوسع يمكن فادت أمريكا من عنف أوسع ونشكر الله أنه هو نجا من هذه المحاولة يمكن هذه تعيد ترشيد الخطاب السياسي وتبريد الحالة السياسية الملتهبة لكن على الأقل الكثيرين كانوا متوقعين عنف عنف ما بدرجة ما كثيرون كانوا متوقعين ان ترامب بيحصل له حاجه فده مش مش جديد على التوقعات لكن كما قلت لان في غياب في الشفافيه وتراجع الثقه في المؤسسات مؤسسات الدوله فبالتالي لما تكون غياب في الشفافيه وعدم تصديق للصحافه البروباجنديه وعد لان اصبحت منابر حزبيه وفي نفس الوقت ما فيش مصدر يثق فيه في المعلومات رغم ان المؤسسات الامريكيه ما زالت معقوله لكن المشكله مش في المؤسسات معقوله او غير معقوله المؤسسات في ثقه الجمهور طالما تراجعت ثقه الجمهور يبحثون عن نظريه المؤامره حتى ان ايلون ماسك على طول كتب ايه ان فشل ايلون ماسك ان فشل جهاز الخدمه السريه في ايقاف مطلق النار ربما يكون متعمدا يعني ايلون ماسك على طول اطلق اول نظريه مؤامره او, أو, أو, أو وجهه نظر على الاقل ان احنا لم نصل الى تحقيق شفاف حتى هذه اللحظه وبالتالي علينا ان ننتظر فقال فشل جهاز الخدمه السريه في ايقاف مطلق النار ربما يكون متعمد. ربما هذا اللي شجع ايلون ماسك انه يقول الكلام كده لان في فشل ذريع ذريع في جهاز الخدمه السريه وفي الحمايه اللي حصلت لترامب في هذا اللقاء الانتخابي لشخص زي ترامب متوقع أن يحصل عنف ضده متوقع بعد ما شيطنوه في كل وسائل الإعلام اليسارية متوقع أن يحصل ضده حاجة وبالتالي فشل جهاز الخدمة السرية ربما هو الذي دفع إيلون ماسك أن يقول هذا وطرح ماسك من وراء حالة الإغتيال الدولة العميقة آخرون طبعا كله قال الدولة العميقة كله قال الدولة أغلبية كاسحة على على صفحه ايلون ماسك في اكس وهو عنده 190 مليون الاغلبيه الاغلبيه قالت ان الدوله العميقه ده شيء خطير وطرح استفتاء اخر من انقذ ترامب جهاز الخدمه السريه او الله اغلب التعليقات الله اللي انقذه حتى ان مارك كلينز عضو الكونغرس عن جورجيا قال ان جو بايدن ارسل الاوامر لاغتيال ترامب وفي المقابل الديمقراطيين وبعضهم وطبعا الدول العربية أغلبها الناس الكثير من الدول العربية أن دي تمثيلية أن دي تمثيلية لرفع شعبية ترامب قبل الانتخابات فيعني نظريات المؤامرة منتشرة وأنها عملية مصطنعة لتشجع فوز ترامب يبقى إحنا خطورة اللحظة في الانقسام خطورة اللحظة في تراجع الثقة في المؤسسات الأمريكية خطورة اللحظة في أن وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بالشأن السياسي الداخلي والحزبي أصبحت منابر حزبية وليست صحفا مستقلة وأصبحت بروباجندا حزبية وليست صحفا مستقلة الشيء الخطير والأخطر إن هو تزايد اليسار وأن محاولته أنه بالتعاون مع هذه الميديا اليسارية التي أغلبها يسارية تغيير منظومة القيم الأمريكية ضد إرادة الكثير من الأمريكيين وشيطنة من يقف في وجههم لتغيير هذه القيم هذه اللحظة وطبعا ترتب على كل ذلك حالة انقسام في الدولة الأمريكية لكن احنا شفنا كما, كما شاف الناس كلها ان ازاي واحد على بعد 120 متر وفوق سطح مبنى واجهزه الامن واجهزه الخدمه السريه ازاي ما لاحظتوش ازاي ما اوقفتوش ازاي ما ازاي ما ازاي ما امنوش المباني اللي حواليه طبعا فشل سريع. كان واضح ومش بس كده الارتباك في جهاز الخدمه السريه والشجاعه والثبات الانفعالي عند ترامب، هذه اللحظه اللي طلع من تحت وهو يرفع ايده كده، دي لحظه تاريخيه والعالم الامريكي بيرفرف وراه وهو بيرفع ايده كده، وال وال وكمان كان عاوز يكمل المؤتمر الانتخابي بتاعه، تخيلوا؟ تخيلوا حجم الاصرار ويقول قاتله قاتله يعني هو فايتر فايتر بمعنى الكلمه فايتر عنيد وفايتر وده جزء شوف الوجه ده كله كل الحاجات اللي واجهها ترامب من لما كان ترامب قبل 2016 قبل ما, ما يترشح كان بيتبرع وكان الديمقراطيين والجمهوريين يرحبوا بيه وكان كان نجم على احتفالات البيت الابيض والديمقراطيين والجمهوريين وغير ذلك بمجرد ما اعلن ترشحه ترامب تحول الى شيطان في وجهه نظرهم اللي كان صديقهم المقرب بقى شيطان وده ده مشكله الانتخابات في امريكا ان لما يرفع حد الحد المنافسه الى حاله الشيطان بتحصل بتحصل هذه الحاله من الالتهاب في المشهد السياسي التهاب في المشهد السياسي نرجع تاني لموضوع شيطان ترامب لان اذا كان حدث اذا كان السبب الرئيسي لمحاوله الاغتيال بعيدا عن نظريات المؤامره، حتى هذه اللحظه كما قلت لم نحصل على يحتاج الموضوع الى تحقيق شفاف، لكن السبب الرئيسي لهذه المحاوله هي شيطنه ترامب. شيطنه ترامب هم بيعتمدوا على الشيطنه والتخويف. يعني بايدن في حالته الصحيه المتدهوره جدا 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 متدهورة جدا جدا واحد ما بيش مركز في لقاء الناتو الأخير حتى بعد المناظرة الكارثية بعد المناظرة الكارثية وقال ان دي ممكن سقطه وان ظروف وإن كان عنده كان عنده برد والكلام الفارغ اللي قالوه ده للتبرير هذا الاداء الكارثي بعدها بايام في مؤتمر حلف الناتو في واشنطن قدم زيلينسكي على ان هو بوتين وقال على نائبه الرئيس قال انا اخترت نائبه الرئيس نائب الرئيس دونالد ترامب عشان هو كفء ان هو يحل محلي. هذا الكلام اللي قاله بايدن بعد حتى المناظره فطبعا في طب هي هيواجهوا هذا الوضع ازاي؟ هيواجهوا هذا الوضع الكريس ازاي؟ لازم يخوفوا الامريكان الى اقصى مدى لازم يشيطنوا ترامب الى مدى، فالسبب الرئيسي لمحاولة اختيار ترامب هي شيطنته، شيطنته. حتى ان بايدن وصف انصار ترامب بأنهم أعداء الشعب، أعداء الشعب. هذا هذا شيء خطير. هذا الشيء. طبعا انا ترامب ارتكب اخطاء ايضا والفاظ عنيفة وحمام دم وغيره والكلام ده، بس ولكن حجم الشيطنة لترامب غير مسبوق، غير مسبوق. يعني لما يتكلموا على ان انصار ترامب هم اعداء الشعب، نص الشعب الامريكي يعني اعداء الشعب، الجمهوريين كلهم اعداء الشعب، اللي انتخبوا ترامب نص الشعب الامريكي تقريبا هم اعداء الشعب، اعداء الشعب مين؟ يعني انتم بتقولوا ان الشعب مقسوم قسمين بيعادوا بعضهم، شوفوا الالفاظ الحاده غير المسؤوله غير المسؤوله ان يقول لك ان مؤيدين ترامب اعداء الشعب. وقال ان الانتخابات شوفوا المبالغه الفجه الانتخابات القادمه قد تكون اخر انتخابات ديمقراطيه تشهد امريكا امريكا عشان ترامب جاي هيلغي الديمقراطيه اليس هذا شيطانة الى اقصى درجه ومبالغه الى اقصى درجه مش هو يعني للدرجه دي وصفوا ترامب بانه هتلر وقالوا ترامب سيدمر بلدنا وترامب ترامب سيدمر العالم ترامب يمثل تهديدا وجوديا للديمقراطيه إذا كان هناك سببا لمحاولة اغتيال ترامب فهو هذه الشيطنة التي رفعته في بروباغندا الديمقراطيين والاعلام اليساري الواسع الذي يسيطرون عليه رفعته الى مستوى عدو الامة الامريكية فطبعا ممكن تحصل اغتيالات طبعا علشان كده ان كان لازم اتمنى ان تكون هذه المحاولة محاولة اغتيال التي فشلت تكون انذار يعني خط أحمر خطير ينبههم إلى إشارة حمراء خطيرة تنبههم إلى تبريد الحالة السياسية وهم عملوا حاجات في الحال بايدن رفع الحاجات اللي بتشيطن الإعلانات الانتخابية اللي بتشيطن ترامب وبدأ يهدي من ناحيته وترامب أعلن أنه غير الخطاب الانتخابي بتاعه في مؤتمر الحزب الجمهوري في ملواكي إلى خطاب توحيدي وحد الأمة وبايدن قال كلمة على الوحدة وترامب قال الوحدة وبدأوا لأن حسوا بخطورة المشهد أنه ممكن ينفجر الوضع وبالتالي أتمنى أن تكون هذه المحاولة هي علامة حمراء إشارة حمراء خطيرة تنبه مش بس لحظيا ولا وقتيا تنبه الاحزاب ولو ان نيويورك تايمز ما تنبهتش يعني حصل ان نشرت بالامس مقاله خطيره على ترامب وشيطنته يعني استمرت في شيطنته يعني هذا وكل ده من اجل اسباب انتخابيه بحته هم متصورين ان هم لازم يصيغوا هم احد احد المشاكل في هذه الصحافه انها عاوزه نفسها تصيغ اراده الناس تصيغ اراده الناس هذا الشيء ده, 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 ده جزء من التدخل في العمليه الانتخابيه ما يحدث في الصحافه الانحيازات الصحفيه هو جزء من التدخل في اراده الناس لكن كما قلت ان هذه المحاوله اذا كانت فدت امريكا من صدام عنيف فانها في نفس الوقت افادت ترامب افاده كبيره جدا 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 اول حاجه ان نجا وان دي حاجه يعني حاجه ما بتحصلش في التاريخ كتير ان واحد ينجو من محاوله مؤكده مؤكده لقتله وبالرصاصات انهمرت الرصاصات لدرجه ان واحد مات طبعا شخص عظيم مات كان رئيس الاطفاء في المدينه الرئيس السابق للاطفاء وانطلق عشان كان افراد اسرته معاه عشان يحمي افراد اسرته فمات فهو يعتبر بطل فعلا بطل زي ما قالوا المحافظ الجفرنر بتاع بنسلفانيا ده بطل لانه حب يحمي اسرته من الموت فمات هو يعني فدى اسرته يعني يعتبر بطل واثنين مصابين اصابه خطيره وده حاجه مؤسفه ومحزنه يعني ولكن ترامب نجا من هذه المحاوله وبالتأكيد ان مش بس نجا من محاولة اصبح الحزب الجمهوري موحدا خلف ترامب بتوحد كبير في الوقت اللي الحزب الديمقراطي منقسم حول بايدن طبعا بايدن هيكمل لان بعد محاولة دي اغتيال خلاص الدين الاجواء كلها باستبداله تراخت جدا تقريبا تقريبا بايدن هيكمل في المنافسة ولكن على الاقل ان هناك تشكيك في قدراته من قطاع كبير من الامريكيين وقطاع كبير داخل الحزب الديمقراطي نفسه في حين ان الحزب الجمهوري بعد هذه المحاوله اصبح موحدا بشكل كبير حول ترامب. المحاولات الاغتيالات حصلت كتير كما قلت اربع محاولات اغتيل رؤساء امريكان واربع محاولات مش عاوز اكرر الاسماء لان هم ناس كتيره قالتهم يعني لكن المهم كمان ان احنا كلنا كنا شاهدين على فترة ترامب وكان في إنجازات اقتصادية غير مسبوقة في فترة ترامب ترامب سقط نتيجة الكوفيد وهذه الرصاصة الطائشة ربما ستجعله يفوز بدرجة كبيرة كما يتوقع الكثير من المحللين أن يفوز بدرجة كبيرة على بايدن يعني كوفيد وهو شيء طارئ محدش يقدر يتحكم فيه هو اللي أضر ترامب ضرر كبير وربما هذه الرصاصه الطائشه ستعيد بشكل سريع وبنسبه عاليه الى البيت الابيض يعني انا لفت نظري كمان في هذا الموضوع هو ده يعني انا بس ملاحظات سريعه لان الموضوع فيه كلام كتير جدا ومش عاوز اتكلم لان كميه الكلام اللي في الصحافه الامريكيه وفي التلفزيونات الامريكيه منذ لحظه محاوله الاغتيال كتير 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 ده جاست دي انا بقول مجموعه ملاحظات عابره بس عابره لان يعني مجله بلومبرج بتقول يعني الخطاب الديمقراطي المشيطن واللي بيصور الديمقراطية الأمريكية على انها بهذه الهشاشة معناه إن, أن لديك القليل من الثقة في المؤسسة الأمريكية يعني بتقول أن الحزب الديمقراطي بهذا التسليط على أن ترامب خطر وجودي على الديمقراطية هو معناه ان مفيش ثقه في المؤسسات الامريكيه من ناحيه وان هو بيقلل الثقه في المؤسسات الامريكيه من ناحيه الاخرى انها مش هتصمد قدام ترامب المؤسسات الامريكيه تصمد بالتاكيد قدام ترامب ده احنا شفنا رئيس الاركان طلع وقال ان الولاء الاول والاخير للجيش الامريكي هو للدستور الامريكي هناك اجماع على الولاء للدستور الامريكي وبالتالي هذه المبالغات كانت حاده جدا ومبالغات فجه وحادة وأختم بهذا اللقاء السريع وأقول في المؤتمر في مؤتمر حلف الناتو قدم بايدن زيلينسكي باسم بوتين وفي المؤتمر الصحفي الذي عقبه عقب الاجتماع قال بايدن انه اختار دونالد ترامب نائبا له لقدرته على القيام بدور الرئيس في حاله غيابه فهل كان بايدن يتنبا بان ترامب هو الرئيس القادم يبدو ان هذا ما سوف يحدث. هذه بس مجرد ملاحظات سريعه على محاوله اغتيال ترامب التي حدثت في 13 مايو 2024 والتي ستبقى كثيرا وطويلا في التاريخ الامريكي انضمت الى المحاولات اللي حصلت الاربعه السابقه ولكن هذه المحاوله تحديدا تركت صوره ايقونيه لدونالد ترامب خطيره جدا وهو ذكي جدا في صناعه الصوره وذكي جدا في مخاطبه الاعلام فانتفض في الحال ورفع قبضه يده وترك لنا هذه الصوره الايقونيه، اتمنى ان تمر الانتخابات الامريكيه بسلام وان تنتصر الديمقراطيه وتنتصر الرشاده السياسيه وتنتصر الوحده الامريكيه على دعاه الانقسام اشكركم القاكم مره اخرى شكرا لكم